هو يلزم نذكره أنه سي منصف مرزوقي الرئيس المؤقت كان منذ أشهر قال أنه الأرشيف اللي في رئاسة الجمهورية لن أستعمله لاعتبارات أخلاقية، واليوم نحطه قدام هذا التصريح اللي هو عمله. سي عدنان النصر وقت اللي خرج الكتاب قال أنه باش نوزع في مؤتمر صحفي اللي عمره ما صار، فهمت، 500 نسخة على صحفيين. إذا توزع 500 نسخة ما عادش يتسمى وثيقة أولية وكذا، يعني وكانوا في صارت اتباع. معناه هو سي عدنان النصر اعترف باتباع. سي منصف المرزوقي في حديث ما صارتش كونفرنس بريس جملة، صارتش كونفرنس بريس، ما وزعوش. سي منصف المرزوقي في انترفيو حديثة للبي بي سي يقول انه ما كانش الكتاب هذايا ما كانش مخصص للنشر، تسرق من المطبعة، وكان تسرق من مطبعة، وانه كان معد باش يوزعوه على النواب وجمعية صحفيين، نقابة صحفيين، ان اذا توزعوا على النواب الواحدة فهو كتاب. دايور نجموش نقولوا على حاجة اسمها كتاب اسود انها ماهيش كتاب، معناها بالمنطق، هو بالمنطق حاجة مكتوبة مطبوعة اسمها كتاب وموزعة ان وما نسميوهاش كتاب، معناها ديما كيما حكيت شنو الهيشة اللي عندها قرون وتبعبع وعندها صوف وما هيش، معناها الموضوع ننظر له من زاوية أخرى أخطر من هكا. معناتها الحمد لله نقول الحمد لله يا ربي ما عندناش حقيبة نووية، معناتها رئاسة الجمهورية ما قدرتش تحمي كتاب في مطبعة، كيفاش باش تحميها الشعب التونسي هذا الكريم؟